الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. نشكر كل أهالي منطقة خيط الوادي، نشكر الناس الحقيقة اللي بادرت، وإحنا في أشد الحاجة بالحقيقة في القروان أن نقدموا المنتوج نتاعنا. الحقيقة للأسف القروان تحتل المراتب الأولى في العديد من المنتوج الفلاحي، لكن القروان تعرف بالمؤشرات الاجتماعية ثم المؤشرات الفلاحية. في نفس الوقت للأسف ما ثمش مهرجان معروف للقروان يخص مثال أي منتوج فلاحي. نعرف القروان كما هو في خيط الواد، وأنا معتز والحقيقة شرف لي باش نكون موجود معاكم، ونكون في شرف لي زادة في حضور أول دورة اللي هي كانت مبادرة، رغم أنها متأخرة لكن كانت مبادرة إيجابية، وكنا نسقل مبارك لها وباش نباركها وباش ندعمها وباش نشجعها في المستقبل. خلي يولي مهرجان وطني، مهرجان مشماش، نعرفوا احنا ولاية القيروان وخاصة معتمدين حفوز من أكبر المنتجين لمادة المشماش، ونعرفوا احنا المشماش ولاية القيروان تنتج أكثر من 40% من المنتوج الوطني، وهذا برشا الناس ما يعرفوش الحقيقه. لكن كما قلت الفلاح ماهوش مستفاد، مستفاد فيه قشره، وهذاك علاش احنا لما لا يقع بعض التعدديات او بعض المجامع اللي هي تكون هي على الاقل تفصل من بين الفلاح والقرشستيه والتجار الكبرى، وقصوا التجار الوسطاء اللي هم قاعدين يستنفعوا اكثر وحدين. كما قلنا ان شاء الله هذه بادره ايجابيه، ان شاء الله تتلوه مبادرات اخرى في مختلف المنتجات الفلاحيه. نعرف احنا قروان معروفه بزيت الزيتون، معروفه توا بالقوارص، معروفه بالقمح المروي، معروفه كما قلت بالمشماش، بالخوخ، برشا منتجات. دانيرمون اكتشفت حاجه جديده هي الفراز، هي معتمدين الشبيكه الحقيقه اللي حاجه جديده. نعرف احنا قروان تنتج من احسن اجود واجود المنتجات في المشماش وفي الخوخ وحتى في القوارص، من البرقان في المدنينة في برشا وفي اللوز زاد ننجو، لكن مانيش قاعدين نعرفوا ان شاء الله هذه بادرة مهرجان خيط الوادي ومهرجان المشمش الشاشي، ان شاء الله تبدوه مبادرة أخرى، وإحنا كالسلطة الجهوية مانيش ممكن ندعموا ونبادروا هذه المبادرات، وإحنا مانيش ممكن نكونوا سند لكم. ان شاء الله هذه جات معناها عطايا، ان شاء الله مهرجان يكون معكم اكثر ويقع التعريف والتسويق للمهرجان هذه اكثر على مستوى جهوي وعلى مستوى وطني. ونحب نشكر كل من ساهم من قريب من بعيد، كل الفلاحه، كل اهالي المنطقه اللي هم يستاهلوا اكثر من هيك رغم الظروف، رغم اللي نعرف احنا السنين الاخرانيه الجفاف، لكن نعرف الفلاح قاعد يجاهد من اجل وجوده وحقه يجب يكون معناها يناضل من اجل وجوده. ان شاء الله نحاول ندعموا كل المنتجات الفلاحيه، وان شاء الله صوت الفلاحي منطقه خيط الوادي زاد كل السلطات المركزيه ويدعمونا في على المستوى الوطني في الترفيع في التعريف وفي ترويج منتجاتنا على المستوى دولي وخارج تونس. على الاقل اللي احنا عندنا نوعيه او بيولوجيه، وهذه المطلوبه في عديد من الدول الغربيه، وكذلك زاد النوعيه والكاليتي اللي هما مطلوبين. ان شاء الله ربي يبارك لهم. نعرف شكر خاص لكل الفلاحين المنطقه اللي قاعدين يقدموا في المنتوج هذايا، شكر كل من ساهم من قريب وبعيد، كل الاطارات المحليه والامنيه والمجتمع المدني ووسائل الاعلام، دور وسائل الاعلام كبير في المرحله هذه باش يعرفوا اكثر بالمنتوج هذايا. ان شاء الله الناس كلها تكثف الجهود ونقدموا ما احسن. بالطبيعه زاد لابد من شكر كل بالطبيعه اطارات واعوان مندوبيه جهويه الفلاحه، وخاصه الموجودين في معتمدين حفوز اللي قاعدين يدعموا في الفلاحه بالامكانيات المتواضعه الموجوده، لكن دورنا الناس كلها تكون يد واحده، وما نجم نكون يد واحده الناس كلها تدعم في هذه المنتوجات. شكر لكم، وان شاء الله هذه البدايه والخادم احسن ان شاء الله. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.